مساء الخيرات، اليوم حبايبي على المملكة المتحدة حتى نسمع تفاصيل جريمة مؤلمة للغاية. مؤلمة لأن الضحايا فيها هم أشخاص أبرياء موجودين في منزلهم، المفروض أنه هو المكان الآمن. هالتفاصيل المثيرة والمؤلمة بعد الفاصل، خلاله حبايبي اللايك الاشتراك في القناة نشر رابطها نسمع. وهالفيديو اللي شفتوه المخيف اللي أمامنا صار في قرية اسمها نورن بزورن في إنجلند الساعة 9:30 من العام 2021، وزي ما انتو شايفين أمامنا في أحد الأشخاص بيتسلق الجدار بينزل على الساحة الخلفية لأحد المنازل. بعد فترة بسيطة بنشوف قطة بتركض مفزوعة خايفة من المكان، واضح إنه في شيء مخيف صار داخل البيت. بعد فترة بسيطة بنرجع بنشوف الرجل، هون يبدو بشكل أوضح بيغادر المكان من نفس السلم، في آثار دماء واضحة على إيديه. هل مين هو هالرجل؟ شو اللي عمله في الداخل؟ راح نرجع إله بعد فترة قصيرة، لكن خليني أعرفكم على شخصيات رئيسية في قصة اليوم. وأبدأ معكم بالمكان واللي هو مقاطعة موجودة جنوب غرب لندن اسمها سمرست. هاي المقاطعة فيها عدة بلدات كبيرة من ضمنهم تاونتن على بعد 2 ميل تقريبا شمال غرب تاونتن. في عندي قرية صغيرة هي نورتون فيزلون، المفروض أنه عدد سكانها لا يتجاوز 3000 نسمة، مكان هادي جدا، مقصد لجميع الأشخاص اللي بيحبوا الراحة بيحبوا الهدوء. فيها البلدة الهادئة والجميلة واللي ما فيها أي نسبة جريمة. في العام 2016 بيعملوا زي مجمع سكني بسموه دراغون رايز. داخل هالمجمع بتصير جريمة للأسف الشديد، جريمة بشعة جدا، حتى إنها موجودة لو تبحثوا في الويكيبيديا هي موجودة في تاريخ هاي المدينة. ونبدأ بالتعرف على ستيفن شابل واللي هو مواليد عام 1985، شاب هادي جدا يعمل معلم اي تي في مدرسة محلية ويست سمرست كوليدج من مدارس المنطقة. هالشاب كان عنده 2 من الأخوات اللي هم أكبر منه، واحدة اسمها كايا والثانية ماري. وراح أبدأ أوصف لكم ستيفن من وجهة نظر أخواته الأشخاص المقربين. بيحكوا عنه إنه هو شاب يحب المزاح، بيحب الاهتمام بالآخرين، بالإضافة لأنه هو ذكي جدا. واحدة من أخواته واللي هي ماري بتحكي عنه إنه هو الأخ الصغير اللي يحب الاعتناء بأخواته اللي أكبر منه. حلو. ماري بتحكي عنه انه هو الشخص اللي يحبه الجميع لانه هو ما بيعمل اي شيء ممكن يزعج يضايق الاشخاص التانيين. هلا كان معروف عنه انه هو بيهتم بالجميع، مش بس افراد العائله، زملائه في العمل، طلابه بالذات. المعلم الأول في الأكاديمية اللي هو يعمل فيها بيوصفه بأوصاف جميلة، بيحكي عنه إنه زميل رائع في العمل، معلم ذكي جدا، يهتم لطلابه، لجميع زملائه. من المعلمين اللي دايما عندهم مبادرات جديدة في مجال التعليم، في مجال أساليب التعليم. الآن نترك ستيفن نتعرف على زوجته السيدة الجميلة جينيفر. جينيفر تشابل هي مواليد عام 1998، تعمل في مجال خدمة الزبائن في هالكافي الموجود أمامنا أوتر جاردن سنترز.
بحسب بروفايلها على لينكد إن إنه هي طالبة جامعية المفروض إنه تتخرج في العام 2025. هي بهاي الفترة بتدرس اللغة الإنجليزية وأدابها. هلا خليني أوصف لكم إياها من وجهة نظر والدتها آن كلايتون. بتحكي عنها إنه هي فتاة مليئة بالحياة، بتحب الاهتمام بالآخرين، يعني هيك بتعطي ضوء جميل للحياة. حتى الجيران، زملائها بالعمل، أصدقائها بيوصفوها بأوصاف جميلة جدا، إنه هي ودودة، هي دائما مبتسمة، دائما سعيدة. هي مع ستيفن كانوا زوجين رائعين جدا، بيحترموا الجميع، علاقتهم جيدة مع جميع أفراد العائلة، الأصدقاء وحتى الجيران. كانوا يدللوا أولادهم، يعاملوهم بطريقة رائعة. عندهم 2 من الأولاد. هالزوجين حديثا اجوا يعيشوا في منطقة دراغون رايز او الحي اللي حكينا عنه سابقا. بالعادة كل الموجودين هم من الشباب، هو زي ما كان تم تطويره، حكيت يمكن او ما حكيت ما بعرف، في العام 2016. مكان جميل وهادي، الا انه في مشكلة بسيطة. المشكلة في هالمكان ويمكن في عدة أماكن أوروبية هي إنه لكل منزل باركينج واحد للسيارة، ما في غير موقف. هالشيء أحيانا كان يثير مشاكل بين الجيران. تقدر قيمة المنزل اللي اشتروه أفراد هاي العائلة ب 250 ألف باوند أو جنيه تقريبا. هلا بجانبهم بتعيش عائلة اللي هم ذا ريفز فاميلي، مكونة من الزوج كولين، زوجته كيلي، 2 من الأولاد. لما يجوا ستيفن مع زوجته يعيشوا في هالمكان، العلاقة بينهم وبين جيرانهم مبدئيا كانت جيدة، يسلموا على بعض وهم رايحين جايين، الأمور طيبة. وبنوصل ل 22 نوفمبر من العام 2021، الساعة 6 صباحا، والدة جينيفر اللي هي آن كلايتون بتسمع طرقات على باب المنزل. هي خايفة، مرعوبة، مين ممكن يجيها في هالوقت الباكر من الصباح؟ بتلبس روبها، بابوجها، بتتجه نحو الباب. هي تتثاوب بنعسانة، يعني في حالة غير عادية. هلا لما توصل، وللأسف الشديد أمام الباب، بتنتبه إنه في رجال شرطة. ما تتخيلوا الحالة اللي دخلت فيها هاي السيدة. هي عرفت إنه في شي سيء صاير مع أحد أفراد العائلة. والآن بنرجع لبداية قصتنا، للمشهد المؤلم المخيف اللي شفناه في البداية. كاميرات المراقبة وهي تلتقط أحد الأشخاص اللي بينزل على منزل عائلة ستيفن وزوجته جينيفر. هالرجل اللي بيحاول الدخول على منزل أو دخل، ما حاول يا بتول، دخل للأسف وعمل مصيبة في الداخل. هو جارهم كولين ريفز، زي ما انتو شايفين في البداية لما ينزل بيحاول انه يحني رأسه للأمام حتى ما تلتقطه كاميرات المراقبة، إلا أنه بعد فترة بيغادر، بيتصل على رجال الشرطة بيخبرهم أنه هو نفذ جريمة في منزل عائلة ستيفن. مباشرة بيجوا رجال الشرطة، وللأسف الشديد مذبحة في الداخل. هالرجل واللي هو ستيفن موجود أمام الباب الخلفي في الممر للمنزل، يعني في الداخل لكن أمام الباب الخلفي. زوجته جينيفر موجودة على السوفا، اثنيناتهم غارقين في الدماء. ونرجع فترة بسيطة ما قبل حدوث الجريمة. العائلة الجميلة، جينيفر مع زوجها ستيفن، أولادهم، كانوا عندهم كل شيء جميل في حياتهم. هو عنده عمل، هي عندها عمل، عائلة، أطفال، منزل جميل بيعيشوا فيه، حياتهم مستقرة. في بداية العام 2021 جينيفر أخيرا بتاخد رخصة سواقة. هلا زوجها بده يدللها، يكافئها، بيشتري لها سيارة. هو عنده سيارة كان بالعادة يوصلها على شغلها، أحيانا تروح مواصلات، لكن هو بقرر إنه يدلل زوجته. هي بدأت تعمل في شهر 3، بتشتري هاي السيارة الجديدة في شهر 5. ما تتخيلوا مدى سعادتها بهاي السيارة. هلا في عندها مشكلة وحيدة، واللي هي وين تصف سيارتها. زي ما حكيت سابقا، هم كل منزل له باركينج واحد.
هلا بيوصلوا لنتيجة إنه في النهاية بطريقة معينة يصفوا السيارتين، ولأنه هم سيارات صغيرة في نفس المكان زي ما أنتم شايفين أمامنا، إلا إنه أحيانا كانوا يضطروا إنه واحدة من السيارات تكون موجودة في الشارع اللي أمام المنزل، يعني مثلا هو متأخر، هو ما بده يعني يعطلها لما هي تترك الباركينج، في النهاية كانوا يتركوا السيارة في الشارع. هلا الجيران كلهم بيعرفوا انه في النهاية هاي مشكلة الجميع بيواجهها، بيكونوا متفاهمين، احيانا يشوفوا سيارة ستيفن احيانا سيارة جينيفر، الا انه يتجاوزوا هالشيء مع انه بضايقهم لما هم يمروا بسياراتهم، الا انه واحد من الجيران واللي هو كولين ما كانت عاجبته الفكرة ابدا. That's But the when's that? neighbor's husband and the mother. Have you got any injuries? Whereabouts have you been stabbed? No, not me, the neighbor's. The neighbor's been stabbed by By me. who? By you? Yes. How bad are the injuries? They've both been stabbed a couple Right. of times. Are you in your house on your own? No, I'm with my wife, my children in bed. All right, okay. All right. Tell me exactly what's happened. Tell me exactly what's happened. Take a deep breath. I went round Yeah. with a knife Okay. and I've stabbed both of them. All right, how many times? I don't know, a couple of times each, not two or three times each, maybe. Okay. Are they still conscious and breathing? I don't think so, no. Okay. What kind of knife did you use? It was a dagger. What happened when you left? What was their situation when you left? He was lying on the floor. She was lying on the sofa. Right, okay. And were they awake? Were they? No, I think they were sort of drifting. ونرجع مرة أخرى للبداية، بعد ما هالرجل يغادر المنزل بيرجع على بيته، بيتواصل مع رجال الشرطة، بيحكي لهم زي ما سمعتوا في المكالمة بأنه هو طعن بعض الأشخاص. بتسأل الموظفة مين هم، بيحكي لها أنه هم الجيران. بيسألها أو بتسأله عفوا عن التفاصيل، بيحكي لها إنه هو راح وهو يحمل سكين على منزل الجيران، إنه هو طعن ستيفن، طعن جينيفر، غادر المنزل، الآن هو موجود في بيته مع زوجته وأولاده. بيحكي لها إنه هو طعن كل واحد فيهم عدة طعنات، تنتين ثلاثة ما بيعرف. لما تسأله إذا هم بيتنفسوا، إذا هم ما زالوا في وعيهم، هو بيحكي لها إنه ما بيعرف، إنه الإصابات خطيرة. المتصل واللي هو كولين ريفز عمره 34 عام، قبل ساعة على هالاتصال هو موجود في بيته جالس على الدرج بيبكي، ايديه على وجهه في حالة سيئة جدا. هو بالمناسبة كان احد رجال الجيش البريطاني. هو بالفترة الحالية يعمل سائق شاحنة، دائما مكتئب منزعج في حالة غير عادية، بيشتكي لزوجته انه هو في وضع مش طبيعي ابدا، دائما معصب، شاعر بالوحدة خلال هاي الرحلات الطويلة على هاي الشاحنة. بحسب كلامه لزوجته فهو بعد ما رجع من الفترة اللي خدم فيها في أفغانستان بين العام 2008-2009 وهو في وضع غير عادي. خلال فترة عمله في الجيش البريطاني هو بزور عدة دول في العالم، بيترك الجيش في العام 2017، بيبدأ بعدها في حالة سيئة، بيعاني بحسب كلامه من الـ PTSD، المفروض إنه هي حالة عفوا يعاني منها الأشخاص بعد ما يمروا بأزمة بظروف صعبة جدا. يقال إنه صار تغير سيء جدا على شخصيته بعد ما هو رجع من الجيش. الآن بنوصل ليوم الأحد الساعة 9 مساء بتاريخ 21 نوفمبر من العام 2021، بيكون ماخذ أولاده الاثنين على مدينة تاوتن، هناك في أشجار عيد الميلاد لكريسماس، بيمضوا بعض الوقت الجميل.
بعد ما تنتهي زيارتهم لهاي المدينة بيرجعوا على البيت، الأولاد بيروحوا على غرفهم حتى يناموا. الآن الزوج بيجلس على الدرج، واضح إنه بمر في ظروف صعبة، بيبدأ يبكي إيديه على وجهه في حالة مش طبيعية أبداً. وفجأة بتختفي حالة الحزن اللي هو فيها، الآن بيستبدلها بحالة من الغضب الشديد، بيبدأ يضرب جدران المنزل بقبضة إيديه، بيبدأ يغرز أظافره في كف إيده، بيوقف على رجليه، بيشد على أسنانه، يعني واضح إنه هو في حالة من الغضب الشديد. بياخذ الخنجر اللي أخذه من الجيش البريطاني كنوع من الجائزة بعد ما أنهى الخدمة. بعد ما ينظر لفترة لهاي السكين أو الخنجر بياخذها، بيتوجه على منزل جاره واللي هو ستيفن. خلال هاي الفترة ستيفن مع زوجته وضعوا أولادهم في السرير، أو هو اللي ساعد أولاده على النوم. بينزل على الطابق السفلي، زوجته موجودة هناك نايمة على السوفا، بينام بجانبها. كولين الآن اللي يحمل الخنجر، بعد ما نظر لفترة طويلة على هالخنجر، على الصور من أيام الجيش البريطاني أمجاده، الآن يتوجه نحو السور، بيحط زي عفوا منكم يعني سلة مهملات، بيصعد عليها، بينزل على الجهة الأخرى على منزل ستيفن وجينيفر. على الأغلب الآن ستيفن بيسمع أصوات في هاي الساحة الخلفية للمنزل. هلأ بيحكي لزوجته إنه هي تضل في مكانها، بيتوجه هو نحو الباب الخلفي. أول ما يفتح الباب وللأسف الشديد بده يشوف شو اللي صاير، على طول هالرجل اللي هو كولين بيبدأ يطعن فيه طعنات مجنونة. خلال هاي الفترة جينيفر ما فاهمة شو اللي صاير، شو الموضوع. أول ما ينتهي من طعن ستيفن مباشرة بيتوجه إلها، هي ما زالت على السوفا، بيبدأ يطعن فيها بغادر المكان. هو يطعن ستيفن 7 مرات تقريبا، عدد من الطعنات في منطقة الصدر، طعنات أخرى في منطقة الظهر لما حاول ستيفن إنه يهرب. جينيفر بوجه إلها 6 طعنات. من خلال بعض الكاميرات الموجودة داخل المنزل واضح جدا إنه هو في حالة من الغضب، بيصرخ، بيطعن فيهم، بيحكي ألفاظ سيئة إنه يعني داي إف داي. ما بعرف شو بينه وبينهم لهالدرجة، شو هو هالحقد، ما بتعرفوا النفس البشرية. خلاله هو يطعن جينيفر صرخات من الألم، من الخوف، من الرعب. الآن بتصحى زوجته لكولين واللي هي كيلي، بتسمع هاي الصرخات، بتنزل على الطابق السفلي، بتنتبه إنه الخنجر مش موجود في مكانه، بتعرف إنه زوجها خلاص هاي مرحلة الانهيار. بيرجع على البيت، بيخبر زوجته بالشيء اللي عمله، بيتصل على 999. خلال الهجوم المؤلم اللي صار على ستيفن، جينيفر، أولادهم واللي عمرهم 5 و6 سنوات موجودين في الطابق الثاني، ما في معلومات إذا هالأولاد صحيوا على صوت الهجوم أو لا، إلا أنه من خلال تسجيلات رجال الشرطة لما يوصلوا على المنزل واضح أنه الأولاد في حالة سيئة جدا، استوعبوا أنه في شيء صاير لوالدهم لوالدتهم. Put your hands up. Not me, mate. Him. You. Go in the f***ing house, then. Put your hands. Put your hands up. Right. Hold still. Hold still. Listen. You're under arrest at the minute on the attempted murder of 2 people inside the address next door. Do you understand? Okay. Let's walk over here a minute. Out the way. Can you guys just? All right. That's fine. We'll sort it. لما يوصلوا رجال الشرطة، وللأسف الشديد ستيفن مع زوجته متوفيين، بيتم نقل الجثث على الطب الشرعي، بيتم القبض عليه لكولين، أخذه لمركز الشرطة حتى يتم استجوابه. خلال استجوابه هو بيحاول الظهور بمظهر إنه هو مرتبك غير واعي للشيء اللي عمله، بيعاني من حالة PTSD.
هو بيحاول يدعي انه خلال الهجوم اللي عمله على منزل الجيران هو كان يتهيأ له انه في ارض المعركة، انه الاعداء شافوه انتبهوا عليه، في ضوء معين اجى باتجاهه، لهيك هو بيبدأ الهجوم على الجيران معركة. بيبدأ يحكي انه هو لما شاف الاضاءة من الساحة الخلفية لمنزل الجيران هو هيك صار عنده زي حالة استرجع احداث المعارك اللي كان يخوضها في افغانستان اماكن اخرى، اعتقد الان انه هو في معركة. بيكمل انه لما بدأ الهجوم هو بدأ يفكر اما حياتي او حياتهم، الا انه خلال الاستجواب بعد فترة يلتزم الصمت، كل ما يسألوه سؤال يجاوب no comment no comment. Firstly, I just need to ask you, when you were arrested and brought into custody, when you were being assessed in the custody unit here, you said to the I think it was the custody nurse, I shouldn't have done it. I've ruined their lives and mine. Can I just confirm, did you say that? No comment. And what did you mean by that? No comment. Okay, Colin, in as much detail as possible, tell me what happened yesterday in Dragon Rise that led to the deaths of Jennifer and Stephen Chappell. No comment. Explain to me exactly what happened inside Dragon Rise. Did you kill Jennifer and Stephen? No comment. How were you involved in their deaths? No comment. ونرجع لأحداث هاي الليلة من وجهة نظر الزوجة. بتحكي إنه بعد ما رجع من هاي المدينة هو والأولاد، دخل الأولاد على غرفهم حتى يناموا، إجا على غرفة النوم الرئيسية بدأ يحكي معها عن أوضاعهم الحالية، لأنه هي بالفترة الأخيرة ازدادت المشاكل بينها وبينه، بدأت تفكر في مشروع الطلاق. في هاليوم بالذات هي بتواجهه بأنه هي خلاص راح تبدأ موضوع الطلاق، أنه هي يعني تأمل أنه يكون الموضوع سريع ما يحتاج أكثر من أسبوعين. هو بيدخل بحالة من الصدمة لما زوجته تواجهه بأنه موضوع الطلاق خلاص راح يتم قريباً. بيبدأ يبكي يتوسل إلها، يحكي لها إنه هو راح يعدل سلوكه، بأنه الفترة الماضية كانت صعبة عليه، هو في مرحلة اكتئاب، طبيعة عمله كسائق شاحنة زادت من الوضع سوء. هلا هو راجع من أفغانستان يعاني من الاكتئاب، لا وكمان مدمن على شرب الكحول، طبيعة عمله الجديدة جميعها ضغوط، في النهاية أدت إنه زوجته طالب بالطلاق. هو ما استوعب أبدا إنه هي بدها تنهي العلاقة معه، بيفترض إنه لازم تكون بجانبه تساعده. هلا في مصادر أخرى بتحكي إنه هو أيضا يعاني من مشاكل ذهنية. الزوجة بتحكي إنه دائما كان يشتكي إلها إنه حاسس في شيء غريب في رأسه، إنه في أفكار غير عادية، هي تتمنى لو إنه حاولت تفهمه تساعده، لكن للأسف الشديد هي طالبت بالطلاق. وأكيد بيخطر على بالكم، طيب شو علاقة ستيفن زوجته بهاي المشكلة؟ هو دائما كان بينه وبين هاي العائلة خلافات على الباركينج، ثلاث مرات بتم استدعاء رجال الشرطة بسبب الخلاف بين كولين جينيفر على باركينات السيارة. جينيفر بالذات لما تصف سيارتها بالشارع هو بيعتبر هالشيء بعيق تحركه، بعيق حركة سيارته في المكان. حاولوا في البداية إنه يتفاهموا ويحكوا، إلا إنه جينيفر كانت معتبرة إنه الموضوع قانوني وهو فعلا قانوني، بالتالي هو ما إله أي حق إنه يتدخل يناقشها. تخيلوا عدة مرات هو يضع أحيانا حاويات النفايات أمام المنزل حتى ما تبركن سيارتها. بتعرفوا هاي الأشياء اللي فعلا ممكن تخلي الحقد والكراهية داخل النفوس. في مرة من المرات بيتهم ستيفن بأنه دعم سيارته. Yeah, we can't reverse from here when you park here all the time. Daddy, you can park like that, because you didn't. You've got one parking space. You can't. You don't have anybody to call it. Well, it's going to work. What's going to work?
بعد فترة بتتحول خلافاتهم إنه بتعرفوا يصرخوا على بعض زي ما شفتوا في المشهد السابق. هو من الداخل بصير عنده كراهية شديدة اتجاه هاي العائلة، جينيفر بالذات، حتى السيدات واللي هم جينيفر كيلي أيضا العلاقة بينهم بتصير سيئة. هم التنتين ما يحبوا يشوفوا بعض أمام المنزل، وبتعرفوا هدول جيران في النهاية لازم يشوفوا بعض، حتى لما يروحوا على المدرسة ياخذوا أولادهم يتجنبوا اللقاء. الوضع يزداد سوء بعد ما يدعي كولين أنه الشخص الآخر اللي هو ستيفن دعم سيارته. الآن هو رجل مريض عنده مشاكل نفسية، في النهاية يصب جام غضبه على هالجيران الآمنين في منزلهم. بيبدوا الآن يفكروا في طبيعة التهم اللي وجهوها إله لكولين. هل هو بيدعي أنه بيعاني من PTSD لأنه كان موجود في أفغانستان على خطوط النار الأمامية؟ بيتأكدوا أنه كلامه غير صحيح أبداً، بأنه هو ما كان موجود في هالمكان أبداً، هو موجود في أفغانستان لكن بعيد عن المعارك. في النهاية هم بيوصلوا لنتيجة إنه هالرجل واللي هو كولين بيدعي هالشيء، لكن في الواقع الموضوع مختلف تماما. هو بدأ يشعر إنه زوجته كيلي راح تتركه بسبب هالموضوع، الخلاف على الباركينج، إنه هي ما عادت تتحمل خلافاته المستمرة مع جيران، إنه بسبب هاي الخلافات هي راح تتركه. هو بيخبر أحد المحققين إنه في النهاية أنا ما رح أسمح إلهم اللي هم جينيفر وستيفن إنه يعذبوا زوجتي. هو مفترض إنه كل مشاكله السبب فيها هاي العائلة. هو بالمناسبة يقر بذنبه في جريمة قتل خطأ، بيعتبر حاله إنه هو في حالة ذهنية غير عادية هي اللي أجبرته على تنفيذ الجريمة. الاكتئاب، المشاكل، هو ما بقر إنه جريمة قتل عمد. هو بيدعي إنه ما بيتذكر تفاصيل الجريمة بسبب الحالة الذهنية، إلا إنه اثنين من الأخصائيين السايكاتريست بيحكوا إنه هو ممكن ما بيتذكر هاي التفاصيل، لكن بسبب الضغط اللي تسببت فيه أو تسبب في تنفيذ هاي الجريمة. بيوصلوا لنتيجة إنه هو بيعرف الشيء اللي عمله، بيعرف الصح من الخطأ. خلال هاي المحاكمة هم بيوصلوا لنتيجة إنه ما هي جريمة خطط إلها على مدى فترة طويلة، إلا إنه أيضا ما هي جريمة عاطفية صارت نتيجة موقف معين. هل نتيجة إنه هو خدم في الجيش البريطاني، إنه هو اعتراف مباشرة بتنفيذ الجريمة، أظهر شيء من الندم والأسف، في النهاية يحكم عليه بالسجن مدى الحياة مع إمكانية لإخلاء سبيله بعد 38 عام. أفراد عائلته ما بيكونوا راضيين عن الحكم أبداً، هم بيعتبروا أنه ما لازم في محاكمة من الأساس لأنه ابنهم بيعاني من حالة نفسية. في النهاية اللوم يقع على السلطات المختصة اللي ما عالجوه بطريقة مناسبة، إلا إنه القاضي يجبرها على التوقف عن حديثها لأنه ما عجبه كلامها أبداً. هلا نيجي إله، بيحكي كلمة خلال جلسة النطق بالحكم، بيحكي إنه هو خجلان قرفان من نفسه على الشيء اللي عمله، بيعتذر عن كمية الألم اللي سببه للأولاد بسبب قتل والدهم ووالدتهم. تأخرت، هو نادم لأنه هالأولاد ما رح يشوفوا والدهم والدتهم بسبب هاي الجريمة. هلأ بصير عندي عدة توصيات للجيش البريطاني بأنه ما يمنحوا الأشخاص اللي بينتهوا من الخدمة هاي الخناجر، لأنه ممكن يتم استخدامها في تنفيذ جريمة. في معلومة أخرى تتعلق بأنه صار عدة توصيات بأنه يكون باركينات أكثر مساحات للسيارات في، تعرفوا هاي المناطق السكنية. ما في معلومات متوافرة عن الأولاد أبداً، وين بيعيشوا، مين بيربيهم. إلى اللقاء في فيديو قادم.